نبتدي بك اولا، حدثنا عن بدايتك، من يعني نشأتك. نشأتي يعني انا اول شيء شكر لك دعوتي يعني إيه؟ لان انا بيني وبينك بعد ما تغعت ابتعدت عن الصحافه وعن امور كثير يعني، وانا يوم سويت لي تليفون قلت لي تعال، ما عرفت حتى ليش طالبيني يعني، بس مجرد ان شو اسمه ما اعرفش عن الموضوع اللي بتحدثون فيه، بس الحمد لله يعني انا قضيت شوط طويل خلينا نقول في حياتي، الحين طبعا عمري 64 سنه. الله دكتورة العمر ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. بديت حياتي طبعا انا من محرق منفرج من هندي، درست في مدرسه عمر الخطاب، وبعد ما خلصت عمر الخطاب رحت مدرسه الهداية من مواليد 17/5/1957. عندي طبعا زوجه وعندي ولدين وبنتين. اسرتك شلون كانت؟ يعني الحمد لله الوالد الحمد لله كان طبعا يشتغل عند الشيوخ، وش اسمه كان يشتغل في الديوان يعني مع الشيخ عبد الله بن عيسى، ممكن الجيل اللي قبلي يتذكرونه ويعرفونه اكثر مني انا. عندي اخوان طبعا صبيان، وعندي الله يحفظهم بنات، كل ابونا ربينا في نفس الفريج طبعا. كانت حياه ممتعه الواحد في الشباب، انه يتكلم عن فتره شباب، بس اذا بتكلم الوقت بيطول حق مرحله الطفوله خلينا نقول. خلصت طبعا تربيه الوالد، شلون كانت تربيه الوالد لكم؟ الحمد لله رب العالمين ما قصرت يعني، رغم ان الوالده والوالد ما يعرفون يقرون يكتبون، لكن الحمد لله رب العالمين ربونا تربيه حسنه. الواحد يفتخر يعني يشوف اخوانه والنشأة اللي نشأنا فيها الحمد لله يعني، يمكن يواجهونا يعاتبونا يتابعون دراساتنا. الأمور دي جدا مهمة، خاصة بالنسبة حق جيلهم. جيلهم ترى يعني ما كان متعلم، فالحين طبعا الوضع يختلف، الحين تطور المدارس الأفضل، الجامعات الأفضل، متابعة الأسرة. طبعا هاي نتكلم عن الحين الجيل دي. كم واحد كنتوا أنتوا في الأسرة؟ في الأسرة عندي 7 صبيان و3 بنات. كلهم موجودين؟ كلهم موجودين. لا عندي الاخوي الاول توفى وثلاث اخواني توفوا صبيان. الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين ان شاء الله. امين يا رب العالمين. التربيه شلون كانت؟ يعني تربيه ذاك الجيل كانت عاده تمتاز بالشده، تمتاز شوي بالقسوه. طبعا الواحد ما بيخجل يقول ان شدوا معنا، لان لو ما شدوا معنا ما تربينا تربيه عدله. وطبعا الزمن ذا قاسي كان، يعني الواحد يتعب عشان يوفر رقمات عيش حق عياله، يوفر لهم التعليم الجيد، يحاول اختيار حتى اصدقائهم. فالامور دي شوي يعني يمكن ما كانوا يدركونها بحكم انهم هم اكبر منا سنا، وطبعا عاشروا في الرجال الاول تري في فريج شوي خلينا نقول سيء وفي فريج زين، يبونك فرضا تختلط بالناس الزينين، ما يبونك تختلط بالناس الغير زينين. فالحمد لله رب العالمين، انا احس انا واخواني واخواتي تربينا تربيه جيده الحمد لله رب العالمين، واحد يفتخر بها. بعد ما تخرجت من الثانويه؟ خلصت من الثانويه العامه طبعا، التحقت بجامعه الكويت، درست اداره اعمال في جامعه الكويت مده 4 سنوات، ورجعت طبعا البحرين هني. اول كيف من كيف كانت الدراسه في الكويت؟ لماذا اخترت الكويت؟ والله اقول لك انا بشكل صريح، انا لان ربعي اختاروا الكويت فرحت ويا ربعي. اول شيء يسوي الواحد على اساس ما يشعر بالغربه خلينا نقول، يختار المكان اللي انا نسميه الهوم سيك على ما يقولون. انت اللي رحت الغربه طبعا تحتاج ربعك اللي يخلونك يشجعونك على التكيف مع اي بلد في الخارج. انا الحمد لله ربعي اللي معي في الكويت فتابعتهم ودرست في الكويت لان ربعي كانوا وصلت اخترت التخصص. اخترت الكويت بناء على مثل ما يقولون مع الربع. إيه؟ التخصص. التخصص طبعا اعطونا 3 خيارات. انا اختاريت طبعا الاختيار الاول هو شو اسمه؟ كان اداره اعمال. والثاني الثاني اقتصاد. الثالث. والثالث كان خدمه اجتماعيه. كلش ما لها علاقه بالتخصصين الاولين يعني. والاختيار وهالاختيارات هي كانت من تروحين بعثه لو رايحين على حسابي؟ لا على حسابي انا. كيف كانت الدراسه في الكويت في مرحله السبعينات؟ والله كانت حلوه، كان طبعا الشباب والشابات ما شاء الله علينا ما يحسون بالغربه. كان ما نفرق بين بنت وصبايا يعني، طلعه روحه جايه دراسه، خواتنا اخواننا نتواصل حتى عقب ما نرجع من الكويت. كانت ايام حلوه، الواحد يعني يمكن كل ما يتقدم بك العمر الذكريات، وخاصه عندك صور بعد ترجعك حق الماضي تحس متعه. الظاهر انت من تدخل في اي ويك اند رحت البصره. بالضبط.
انزين بعد ما رجعت من الكويت اعتقد المفروض رجعت سنه 79 لا رجعت 79 وانضميت هنا حق ديوان الخدمه المدنيه في البدايه في البدايه اشتغلت لمده سنتين للأمانة كانك شنو ما هي طبيعة عملك في الديوان؟ طبيعة عملي أعمل هياكل التنظيمية حق الوزارات وأعمل الأوصاف الوظيفية الجوب ديسكريبشن حق الوزارة حق كل وظيفة. تعلمت من الأشخاص اللي كانوا معاي للأمانة تعلمت منهم أشياء أكثر وايد يعني كنا فريق كامل في البداية يعني اشتغلت ويا رؤسائي طبعاً. في بعضهم أمريكان وبعضهم طبعا بحرينيين واحد يفتخر انه يتعلم على يدهم. اذا يروحون فرضا الوزارات يعملون تقييم حق الاوصاف الوظيفيه وطبيعه عمل الموظف والهيكل التنظيمي فيودونك وياهم. فمثل الشابات الحين الله يحفظهم ان شاء الله تعلموا مثل ما تعلمنا احنا يعني. فتعلمنا الثقه بالنفس وهذا كان عامل جدا ضروري لما تروح تقابل لك شخص مسؤول، انت توك متخرج من جامعه. طبعا مجال وظيفي مو شيء بسيط وفي بعض الوظائف طبعا تعتبر فنيه يعني انا سلموني وزاره الصحه وزاره التعليم التربيه والتعليم الوزارات الصعبه خل اقول هذه ما هي الصعوبات اللي واجهتوها الصعوبات الامور الفنيه في الوظيفه يعني صعب انت ما تبي تظلم شخص تبي تنصفه فطبعا هم عدمون درسونا بعد ما هدونا بس يعني تعلمنا شغل في الديوان بس انا ما استمرت في ديوان وايد لان كان طموحي اكبر من حسيت انه في سقف على الوظيفه يعني ما قدرت اعدها ما هو وصلت ما بوصل للطموح اللي ابي وبعدها وين انتقلت؟ انتقلت تأريج المجموعه العربيه للتامين فالتامين هم هذا انا طبعا دخلت تأريج عقب ما طلعت من ديوان الخدمه المدنيه تأريج للامانه مدرسه علمتنا اول ما توظفنا دزون امريكا 5 شهور في كلية التامين في نيويورك احنا كنا مجموعة طبعا المجموعة الثانية احنا مجموعة قبلنا راحت في سنة 81 82 احنا رحنا انا مجموعة من الشباب والشابات الحمد لله كان الكورسات اللي اخذناها مكثفة يعني بتلي 8 الصبح ننتهي 8 بالليل ما شاء الله بس كانت متعة متعة يعني للأمانة حسينا نبغي لان كانت الادارة مدريجة ايامها صدق تهتم في موضوع التدريب لدرجة أن الرئيس التنفيذي مسكين يجي يتابعنا هناك يتابع أداء كل واحد كنا مجموعة صغيرة طبعا بس كان يعني مهم عنده أن احنا التحصيل كثر ما تقدر طبعا كل أنواع التأمين تأمين الحرائق تأمين التحميل البحري تأمين الطيران تأمين السيارات كلها من ضمن الأشياء اللي درسناها تعلمناها هناك عقب ما خلصت أنا طبعا نيويورك حولونا على شركة من شركات التأمين عشان أتدرب تدربت مع شركة ميونيك ري شركة ألمانية من أكبر شركات إعادة التأمين في العالم وقضيت وقت وياهم بعدها رجعت البحرين طبعا قضيت بعض الوقت في الشركة الأهلية للتأمين مدة 3 شهور للأمانة الواحد كم سنة بقيت في فاريج 21 سنة طبعا أنا قدمت اللي أقدر عليه في التكافل وطلعت وصلت من أفضل الشركات يمكن الكثير من الذاكرة تخونني يعني في أي سنة تقاعدت من التكافل؟ أنا تقاعدت من التكافل في 2018 طبعاً أنا ما أعتبرها معوقات أعتبرها تحدي أنت ما قلت معوقات ما بأستسلم أنا أخذته واعتبرته تحدي يعني تغيير البانل من شركات إعادة التأمين ما كان بسهولة التأمين طبعاً بحر عميق يعني يمكن أنا تكلمت عن جزء خاص بإعادة التأمين يعني التأمين وين يبتدي خلينا نقول يبتدي من الزبون طبعا بعدين يجيك اللوكال بروكر الوسيط المحلي بعدين يروح حق شركة التأمين سواء كانت تكافل أو شركة تقليدية إذا طبعا في بعض الزبائن يبي تأمين إسلامي ما يبي تأمين غير إسلامي فهاي أنت متوفر له في نفس الوقت طبعا أقدر أأمن التأمينات الغير إسلامية بس بإيجاد حلول شرعية اللي هي طبعا عقب ما ترضى على هي الشرعية عقب ما احنا نقضيه في التكافل نعيد تأمينه مع شركات إعادة التأمين طبعا نخلص كل الأشياء التأمينية مع شركات إعادة التأمين الإسلامية ما يزيد عن طاقتهم نعيده مع شركات تأمين غير إسلامية والهات الشرعية أجازت لنا في حالة عدم وجود شركات تغطي لك الخطر 100% فأنت مسموح لك أن تعيد تأمينك مع شركات تأمين تقليدية. كيف تنظرون لتطور قطاع التأمين في البحرين سابقا وحاليا؟
طبعا نشوف قطاع التأمين في البداية كان مركب أو خلينا نقول جهة إشراف عليه وزارة التجارة. وزارة التجارة ما ترخل في التفاصيل، قبل ما نحن وقعت اتفاقية دولية طبعا كان تطلب نقل الإشراف على شركات تأمين من وزارة التجارة إلى المصرف المركزي أيام كان مؤسسة نقد البحرين. طبعا أنا أقول لك يعني الأمان الحقيقي قال يعني الشيخ أحمد كان ماسك محافظ مصرف البحر المركزي، شيخ أحمد يمكن اللي بعدين صار وزير مالية وحين رئيس ديوان الرقابة المالية. للأمانة لحن ما أنسى كلامه، طقنا على كتفي قال لي يونس تحتاج تشتغل، تعدل البيرول مالك، تعدل الأمور كثيرة، أنت بحريني ونؤمن فيك، فهاي هاي نصيحتي لك إنك تشتغل. أيامها يعني ما أخفي صراحة الأمانة أعطاني الدعم ذي الشخص وأعطاني الكلمة اللي خلاني أتحمس إني أقدم. فدعمونا مصر البحر المركزي، طبعا جات ورقات الاستشارة، دخلنا في أمور كثيرة، بدأوا سووا إنسبكشن اللجان اللي شو اسمه اللجان اللي تشرف على التأمين، بدأت تزور شركات تأمين تكتب لنا تقارير. وللأمانة أنا أقولها وبرد أكرر، التقارير اللي كانوا يعطونيها مصرف البحر المركزي كانت وايد تفيدنا إن نحسن من أداء الشركة. يعني هذا إذا تجيب شركة من الشركات الشرعية وتطلب منها تعطيك تقرير بترفع عليه بيزات، بس هذا يعطونك تقرير مجان ما ترفع عليه ولا شيء. صلحنا أمور كثيرة بسبب التقرير اللي كان نستلم مصر البحر المركزي الجهة الإشرافية طبعا. للأمانة يعني الأمور تغيرت وايد عن ما كانت عليه قبل. كانوا الأمور كانت خلينا نقول لك مانيوال، تقارير رايحة تقارير جاية، اليوم كل شيء طبعا أونلاين صار مع المصرف المركزي. يواجهونا، بدينا احنا صراحة يمكن بحكمنا أول شركة تكافل، بدينا مع الأيوفي هم اللي عندهم نظام المالي من الشركات تكافل والبنوك الإسلامية، بدينا نضع إطار حق نظام التكافلي في مصر البحر المركزي اللي هو يقنن عمل شركات التكافل. هاي جزء كبير طبعا انجزناه مع المصرف المركزي، لان واعضاء الهيئات الشرعيه في نفس الوقت، لان كان يتطلب المصرف هيئات الشرعيه شركات التكافل الى جانب الايوفي، الاطراف دي كلها تكون تشارك في ورقه العمل. وللامانه البحرين يمكن تتمتع بصفه شو اقول لك، كانت تشجع ذي وكانت تبي تصير هي مركز مالي للشركات الاسلاميه وفي نفس الوقت البنوك الإسلامية، فعطت الدعم. وللأمانة الشباب اللي موجودين في مصر جدا جدا خدومين وجدا يحاولون يطورون القطاع وجدا داعمين حق القطاع شو اسمه التأمين في البحرين. فوصلنا إلى نتائج الحمد لله تكون في مرونة بينه وبين المصرف. إذن ننتقل إلى جمعية التأمين البحرينية، يعني كيف ساهمتم في تطوير جمعية التأمين البحرينية؟ أنا مسكت جمعية التأمين 4 سنوات. طبعاً رشحت روحي والحمد لله حصلت الدعم كله من السوق. دور الجمعية حل مشاكل شركات التأمين، دورها نشر الوعي وهذا جزء مهم جداً. يعني اشتغلت على أمور كثيرة طبعاً، مثل ما سألتني مساعد بالنسبة حق المرور وبالنسبة حق الصحة، طبعاً كل الأمور دي كانت تتم عن طريق جمعية التأمين. يينا سوينا شخصية تأمينية آمنة نسميها، يمكن إذا سمعت الكاركتر مثل هاي مال دبي مشهد، مثل مال هاي الشخصية مال كأس العالم اللي في قطر. فسوينا شخصية آمنة طلعناها في الذي ينا سوينا أسبوع التأمين سنوي ذي يصير. طبعا أسبوع التأمين كله نسوي لنا طبعا بعض خاصة المجمعات التجارية نسوي فيها لنشر وعي وتوزيع البروشورات، ونحط واحد يشرح عن التأمين موجود في المكان اللي في السيف وفي السيتي سنتر وفي توزع في المجمعات، بالإضافة لوضع إعلانات اللي لها علاقة طبعا كل عمل غير تجاري. في الأسبوع ذي كنا نكثف المقابلات التلفزيونية مع الإذاعة، ينتهي كله بعمل تجمع خلينا نقول حق دعوة جميع شركات التأمين وإعارة التأمين والبروكر في البحرين. نسوي عشاء ويحضر محافظ المصرف المركزي ونائب المحافظ والمسؤولين في المصرف يحضرونه، وطبعا ينتهي بتكريم
الشخصيات اللي خدمت قطاع التأمين. يعني السنة الأولى كرمنا كل حملة الشهادات اللي FCIR في سوق البحرين. السنة الثانية طبعاً يبنى شخصيات تكلمت عن تجرباته عاصرت فترة التأمين بدايته ونهايته. طبعاً اللي تكلم شو اسمه للأمانة خلينا نقول اللي أسس أول شركة تأمين في البحرين هو واحد اسمه عبد اللطيف جناحي كمعروف يعني اللي هو أسس بنك البحرين سلام بعد هاي الأمانة يعني يبناه وتكلم عن تجربته وتكلمنا عن شخص كان طبعا هو الفاوندر اللي أسس شركة تراست ري لإعادة التأمين هو الأخ غازي بو نحل بعد يبناه وتكلم عن تجربته طبعا كل واحد تكلم عن تجربته إلى جانب تكريم الشركات اللي يعني ساهمت والعمل قطاع التأمين. السنة الثالثة ألفت لأول مرة بالاستعانة طبعا شخص بحريني علي ربيعي ما قصر لأنه كان عنده الكثير من الصور والذكريات اللي كان نحتاج لها. ألفنا كتاب تاريخ التأمين في البحرين ماري أكيد شفته أنت. هذه يمكن تعبنا عليه لكن طلعناه في صورة كنت أتمنى لو مستمر في التأمين كنت أطلع الجزء الثاني لأن في أمور كثيرة ما تطرقنا لها. خدم السوق خدم الجامعات طلبوا منا الأمانة اتصلوا فينا عدة مرات وديناهم كميات وايد من الكتاب لأن المرجع الوحيد اللي تكلم عن التأمين وعادة التأمين في البحرين شو أنت أسس التأمين وتاريخ طويل يعني بالصور ففي إنجازات صارت على المستوى الجمعي وايد يعني في تعاون كان بينه وبين المصرف الربحي المركزي فكان في اجتماع كل ثلاث شهور مع المحافظ يقعد معانا يقول لنا شو مشاكلكم يساعدنا في حل المشاكل. من أي سنة لأي سنة مسكت أنت أربع سنوات كانت أعتقد من 2015 إلى 2019 بالضبط لا 2000 طلعت 2018 من 2014 2014 يعني أنت هذا السبب اللي خلاك تتخلى عن الجمعية إنك تركت إيه بس خلاص طلعت من التكافة طلعت من الجمعية لأن ما مثل أي طرف قبله فطلعت. طبعا خلال فترتي بحكم وجودي كرئيس تنفيذي صرت رئيس مجلس إدارة حق شركة تكاف الكويت اللي هو شركة البحرينية هي أسست هنا واشتغلت ورئيس الاتحاد العالمي لشركة تكافل مقر السودان رئيسته أربع سنوات بعد وكنت عضو في مجلس إدارة نسميه الجيف اللي هو الاتحاد العربي لشركات التأمين اللي مقر في مصر وكنت عضو مجلس إدارة وعضو لجنة تنفيذية في نفس الوقت وفي نفس الوقت كنت أمثل حصة الشيخ صالح الكامل في بيت التأمين مصر السعودي أربع سنوات اشتغلت عضو مجلس إدارة عندهم اشتغلت وياهم فصارت لي الفرصة أن في عدة أماكن يعني وبعد طبعا لجنة الهترن نسميها اللي موجودة في مصر المركزي بعد كنت عضو فيها وعضو في لجنة التأمين والبنوك في غرفة التجارة كنت موجود فيها. هذه ممكن اسهاماتي على مستوى البحرين وخارج البحرين يعني. طبعا عقب ما تقاعدت قعدت بدون شو اسمه ليش كلموني ويلس. انت يعني بعد ما تقاعدت تركت بدون نشاط وبعدين كلموك وين؟ كلموني ويلس. ويلس طبعا يعتبر من اكبر شركات الوساطه وساطة التأمين في التأمين وعادة التأمين مغارف طبعا في بريطانيا عندهم طبعا مكتب في البحرين فطلبوا مني أن ننضم لهم كرئيس مجلس إدارة والحمد لله رب العالمين بديت معهم تقريبا حكي من سنتين من بديت. وكيف العمل هناك مع ويلس؟ ايه؟ لا ممتاز لأن في أمور طبعا أنا ممكن ويلس ما تعبت وياهم يعني لما تقول لي التكافل لا التكافل خدته ورأس مالها متآكل شركة كانت رايحة وما تلاحقت وحطيت الرؤية مالتي والاستراتيجية واشتغلت عليها. ويلس منظمة لأنها تخضع للنظام البريطاني ففيها الصلاحيات التوقيع فيها طبعا الجوب ديسكريبشن فيها الهياكل التنظيمية فيها أمور كثير من ما تعب شيء جاهز يعني موجود لأن كلهم مستفيدين من تجارب الشركة الأم يعني وخلوا طبعا هي في البحرين عشان إنه يعني كل بونا قاعدين نشتغل وعارفين إيش نشتغل فيه نتكلم نفس اللغة مال التأمين فكان ما كانت الأمور صعبة بالنسبة لي بس
اخذت التامين من كل الزوايا، اخذته من اعاره التامين لما كنت فريق، اخذته من التامين المباشر لما كنت في التكافل واسلامي، دخلت الريجوليشن اللي هو في مركز دبي المالي، وبعدها طبعا وسط التامين. فاخذت مساء عم اتكلم لك اقول لك شلون تامين تدرج مبدا توزيع الخطر. فانا الحين يعني عندي البروكر الوسيط، وعندي تامين مباشر، وعندي عارض تامين، وعندي الريجوليشن القوانين. الحمد لله لاعب كره قدم، لاعب في جميع المراكز، في جميع المراكز. الحمد لله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طولنا وياك وسيره حافل ما شاء الله عزيز. انا والله ودي اعطي الحق حق زوجتي، يعني لان هي كانت الداعم الاصل الاول في حياتي مسيرتي من بدايتها، يعني للامانه ما قصرت معي، تحملتني في سفراتي في امور كثيره، يعني الحمد لله.